قام الطيران الروسي المجرم الغاشم على غارة جوية على قبطان الجبل على جمع قبطان الجبل، مما أدى إلى إصابات دفن جمع المصلين، البعض منهم خطيرة. والله ينتقم من ظلام وينتقم من كل شيء ظالم يا رب. إن النظام الروسي ونظام بشار الأسد يقومون بضرب المساجد والمدارس والبنى التحتية في كل الأراضي المحررة. وكان نصيب قبطان الجبل اليوم أنهم قاموا بقصف مسجد في قرية قبطان الجبل في أول قرية، مما أدى إلى إصابات كثيرة ونقلوا إلى المشفى ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.